لكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير كاب كيك بالكاكاو اللي كيجي زوين بزاف واحد الطريقه اللي ساهله وناجحه 100%. نبداو بالمقادير. بسم الله، عندي تقريبا هنا جوج كؤوس من الحليب، يعني عامرين حتى الفوق من الحليب. كذلك عندي جوج كؤوس من الدقيق الابيض، وعندي نصف كاس من الكاكاو. عندي هنا جوج ملاعق من الزيت، عندي كذلك نصف كاس من السكر، وعندي جوج بيضات بحال المطبخ اللي ضفت لهم يعني رشه ملح. كذلك عندي تقريبا هنا شاسي ديال خميره الحلوه 10 غرام تقريبا. عندي كذلك قليل من الفاني. غادي نبداو بالطريقه اللي هي سهله. بسم الله، اول حاجه كنبداو بها كديما هي البيض. كنضيفو البيض مع السكر، كذلك الزيت. غادي نضربو هاد المكونات، نخلطو مع بعضياتها. هنا بعد ما كنخلطو السكر، يعني كنتمنى السكر انه ذاب، كنضيفو الحليب وكنخلطو المكونات. من بعد غادي نضيفو الفاني، من بعد غادي ناخدو الدقيق اللي عم نضيفوه تدريجيا، ونضيفو معاه الكاكاو. غادي نغربلو المكونات، من بعد كنضيفو الخميرة وغادي نخلطو. يعني نحركو كلشي، هنا كنبقاو كنخلطو حتى كيبان الخليط بهذا الشكل. مهم الا كان ناقصكم الدقيق فضيفوه حتى كيبان لكم يعني الخليط متماسك شي شويه بهذا الشكل. دابا غادي نبداو نطيبو ان شاء الله. كتشوفوا تقريبا الخليط كيجيني بهذا الشكل. فهاد الاثناء انا بديت هنا المقله سخون، ضفت ليها يعني قليل الدهن، هانتها بقليل من الزبده. دابا غادي نبقى يعني كنضيف الكاب كيك ديالنا. هنا نديرهم صغار، حاول تقريبا يكونوا قد قد الشكل، يعني حاول يكونوا قياس واحد. وهنا كي كتشوفوا غير كيبان لي الكاب كيك يعني بدا كيتثقل. صافي كنقلبوا للجهه الاخرى. صافي كطبنا مجاني الطبخ، يعني في ساعه ما كيشدش بزاف تاع الطياب. وغادي نضيف الاخرى، يعني نستمر حتى كنسالي الكاب كيك ديالنا كله. هنا بعد ما كطيب الكاب كيك ديالنا كتشوفوا بصراحه كيجي زوين بزاف. ممكن تخليوه هكا يعني تاكلوه هكا، ديروا فوق العسل. وكذلك ممكن يعني انا هنا غادي ندير ليه ياغورت. انا خديت هنا ياغورت تاع الفراوله اللي غادي نعمرو من الوسط. كذلك ممكن تستعملوا اي كريمه، ولكن ديما نقلبوا الحاجه اللي ساهله وفي ساعه كتوجد. غادي ناخذ تقريبا هنا وحده، غادي ناخذ ياغورت وغادي نبقى نعمرها بالوسط. بصراحه هكا تيجيو زوينين بزاف هكا. كما قلت ممكن تستعملوا كريمة، ممكن تستعملوا الجبن، يعني اللي متوفر عندكم اللي كتفضلوا. نديرها فوقها واحدة اخرى بهذا الشكل. بهذا الشكل ممكن نستعمل ان نعمرهم كلهم بياغورت، كنضعهم في طبق التقديم شكل. نحاولوا نسرحوا فيها يعني الكريمة ولا ياغورت يعني في كلها. وغادي ندير فيهم كذلك من فوق العسل. كما قلت لكم هادشي كيبقى اختياري غير باش كنزيدو، يعني كنزينوهم وكنحلوهم كذلك الشكل. غادي ندير فيهم من الفوق. انا خديت هنايا تقريبا الزريعه تاع القرعه، وكم كتعرفوا الفوائد الصحيه ديالها كذلك تجي زوينه. ممكن يعني ديروا فوقهم السكر كلاصي، كذلك تيعطي واحد المنظر رائع. كذلك كنزينهم بالفرامبواز، يعني ممكن ديروا الموز، ممكن ديروا اي حاجه. يعني كيجيو كفطور يعني في الصباح ولا حتى في كاسكروت كيجيو زوينين بزاف ومغذيين. حتى الدراري الصغار يعني كيعجبوهم بزاف، كيخدم ياكلو. وهالي كاب كيك ديالنا بعد ما كيوجدوا بصراحه كيجيو رائع بزاف. وكما قلت لكم مغذيين بالنسبه للافكار تاع الزين، يعني كيبقى اختيار لكم نتوما شنو كتفضلوا. نتمنى الوصفه تاع اليوم تاع كاب كيك تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى تجربوها. كذلك نتمنى لاول مره كتزور قناه ديالي قناه مريم تي في دعمني بجيم واشتراك من اجل التشجيع. السلام عليكم.